جهاز توثيق الهوية الوطنية هو جهاز التحقق من الهوية الوطنية عن طريق البصمة. الآن جالس نجرب الهوية هذه، التحقق منها. جهاز يقرأ البيانات الآن، الجهاز يقرأ بيانات الشريحة الموجودة بالهوية. طلعت البيانات كاملة. الآن مقارنة بالبصمة. تفضل يدخل رقمها السري الخاص بالشريحة. الآن تم التحقق. الآن القراءة عن طريق البصمة. تفضل. تم التحقق من الهوية بنجاح. والآن توثقت الهوية الجهاز.